أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية من تساؤل أثار مخاوف كثيرة، حيث قال موقع الموقع بوست: هل سينجح إيران وحلفاؤها الحوثيون في تحويل اليمن إلى ساحة لصراع دولي على غرار سوريا؟ ويقول الموقع إن كثيرا من المراقبين والمحللين السياسيين يخافون من إمكانية تحويل اليمن إلى ساحة لصراع دولي محتمل على خلفية التطورات الأخيرة التي وقعت بالقرب من مضيق باب المندب. وبما أن هذه المخاوف تبدو منطقية استنادا إلى طبيعة الصراعات الحديثة بين الدول الكبرى والتي تتمحور حول السيطرة على طرق التجارة والمضايق والبحار والمحيطات، ويرى الموقع أن الإنقلابيين يدركون جيدا أنه ليس من مصلحتهم الدخول في صراع مع الدول الكبرى حول مضيق باب المندب، لكن تحالفهم مع إيران وقبولهم بأن يكونوا أداة بيدها لتعزيز نفوذها من جانب، وشعورهم بأن الانقلاب مصيره الفشل من جانب آخر، سيجعلهم يغامرون بمثل هكذا خطوات بصرف النظر عن النتائج. ويستند الموقع إلى القانون الدولي، والذي يعتبر المضيق جزءا من أعالي البحار لكل سفن الحق والحرية بالمرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها، يعني أنه لا يفرض شروطا على السفن طالما أن مرورها يكون سريعا ومن دون توقف أو تهديد للدول التي تشرف عليه. وإذا كانت إيران وحلفاؤها الحوثيون يأملون بالتدخل العسكري الروسي في اليمن على غرار سوريا، إلا أن هذا وفقا للموقع بوست تقدير خاطئ، فتدخل روسيا في سوريا يأتي بسبب التحالف القوي والاستراتيجي بين موسكو ونظام بشار الأسد في دمشق، وهو ما لا يتوفر في الحالة اليمنية. يقول موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية أن هناك عوامل تشجع على صمود الهدنة، منها أن الشعور بالاستنزاف والتحدي الغربي يجعل هذه الهدنة أكثر حظا من سابقاتها. ويقول الموقع أن هناك استنزافا مستمرا وكبيرا، وأن تحالف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق تظهر أكثر استنزافا في مواردها وأسلحتها، إلا أن الحكومة والتحالف مستنزفتان دبلوماسيا وسياسيا مع التصعيد الروسي الأخير في مجلس الأمن. وقال الموقع: الحوثيون لجأوا للحديث عن أنفسهم كأقلية، واشتكوا مرارا من مشاعرهم بالاضطهاد والتمييز، مع أن النظام صالح الذي تحالف معهم اضطهد الشعب اليمني طيلة 33 عاما، ومارسه الحوثيون بسوء مضاعفة منذ اجتياحهم صنعاء. ويتابع الموقع أن الصراع اليمني يمثل تحديا غربيا وإقليميا أكبر من الجدل حول من يكون الطرف المذنب بارتكاب انتهاكات حقوقية، فقرب اليمن من الشرايين التجارية الحيوية في الخليج لا يعني فقط استمرار حالة عدم الاستقرار بقدر ما هو تهديد للأمن الغربي، كما هو الحال في بقية المنطقة. عن تواصل احتفاء اليمنيين بانتصاراتهم القديمة رغم الحال الذي يحيطهم، كتب خالد الرويشان مقالا فصل فيه مسببات ذلك. وقال الرويشان: أذهلتني الأحداث عن الاحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر، لكننا سنحتفي وسنحتفل حتى لو صرنا رمادا. عذابات أجدادنا جمر في دمائنا، وهي عذاباتنا اليوم. هذه تضحيات شعبنا وكفاحه ودماؤه وأحلامه في حياة حرة كريمة، ولن ننساها أبدا، بل يجب أن نشعر أننا ما زلنا في قلب المعركة نفسها، معركة أن نكون جزءا من هذا العالم وتقدمه وكرامة الإنسان فيه. ما تزال شعوب أوروبا تحتفل بأعيادها الوطنية حتى بعد مئات السنين. الشعوب العظيمة لا تنسى تضحياتها وأدوار عظمائها. صحيح، ما يزال الدرب أمامنا طويلا ومرهقا، ولكن تذكروا، هكذا هو تاريخ العالم أيضا. لم يوجد شعب في العالم ولد متحضرا متقدما منذ مئات السنين،
أي خلقه الله متقدما مستقرا من يومه الأول. تأريخ العالم هو تأريخ الصراع من أجل المواطنة المتساوية، وهي ذروة التقدم الإنساني وخلاصته. فلا تقنطوا من هول اللحظة اليمنية الراهنة أو تكتئبوا من سراب الآمال في مساءاتكم الداكنة المريعة الجائعة. إذا استهنتم بماضي وكفاح آبائكم فلن تعيشوا حاضرا تريدونه ولا مستقبلا تأملونه، وإذا فعلتم ذلك فإنما تفتحون الطريق للعودة للقرون الغابرة الغبراء، قرون الإمامة التي كانت السبب الرئيسي في تفرق اليمنيين وانقسامهم طوال قرون، وكما هو اليوم تماما. تأملوا فحسب كم هي انقسامات اليمنيين في لحظتهم الراهنة والمتسبب الأكبر في ذلك، لتتبينوا وتتأكدوا. ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع بدأ الهدنة بطريقتهما وفق الموقع المصدر أونلاين، والذي عنوان: الميليشيات تبدأ الهدنة بقصف أحياء مدينة تعز وقرى مريس في الضالع. وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح جددت قصفها على حي حسنات بالمدافع من مواقعهم في تباب السلال والجعشة وقصف ثعبات من تبة سفتين. كما نصبت ميليشيات الحوثي وصالح مدفعا جديدا في فناء معسكر قوات النجدة بمنطقة الحبان شرق تعز، وأطلقت عدة قذائف على أحياء شرق المدينة. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين أن الميليشيات الانقلابية قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمنطقتي العبدلة والعشملة من مواقعهم في الأخلود والبرح، كما دفعت بتعزيزات إلى مديرية حيفان بهدف مواصلة الحصار وقطع طرقات الإمداد بين تعز ولحج. خوفا من تفشي وباء الكوليرا، وفقا لموقع عدن الغد، فقد تقرر إيقاف الدراسة لأيام في مدارس العاصمة المؤقتة عدن. وقال مدير مكتب التربية والتعليم بعدن أنه تم اتخاذ قرار بمنح طلاب المدارس الموحدة والثانوية إجازة حتى الأحد القادم، وذلك للبدء بعملية رش مكثفة لجميع المدارس. وقال محمد الرقيبي إن فرق الرش ستباشر أعمالها في جميع المدارس خلال الثلاثة الأيام القادمة، وأوضح أنه بعد ثلاثة أيام ستقرر إدارة التربية استئناف الدراسة أو مواصلة التوقف بسبب تفشي وباء الكوليرا، مطمئنا الأهالي بحرص الإدارة على تلقي الطلاب تعليمهم في ظروف صحية وسليمة. ماذا بقي من الحرب؟ تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال ياسين: كلما دعا العالم إلى وقف لإطلاق النار في اليمن لتهيئة الشروط والظروف لوقف الحرب بقواعد تنهيها إلى الأبد، كلما نط الذين انقلبوا على السلام من مخادعهم وليس من خنادقهم ليعطلوا كل هذه الدعوات بالحديث عن وقف شامل وغير مشروط، بينما هم في حقيقة الأمر يريدون بذلك فرض شروطهم لوقف الحرب. ما الذي يعنيه ذلك غير العبث إذا أدركنا أن الحرب كما قال الأعرابي أصبحت انتقاماً، وأصبحت في الزمن المتحول تجارة فاسدة واستثماراً لدماء الناس؟ فماذا بقي من الحرب؟ سقط مشروع التوريث الذي تآمر على الجمهورية والوحدة وعلى مستقبل البلاد، ولم يتبقى أمام أصحاب هذا المشروع غير إغراق للبلد في حرب الانتقام. سقط مشروع استعادة الحق السلالي في الحكم بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من استكمال السيطرة بعد سبتمبر 2014 وألحقت به الهزيمة، وكان أصحابه في مقدمة من هزموه، وبقي أصحاب هذا المشروع يحاربون ويغرقون البلاد في الدمار والدماء. وسقط مشروع تصفية الآخر أيا كان مناصروه، وهو المشروع الذي أنتجته هذه الحرب كرد فعل للانقلاب الذي عطل مسيرة البلاد السلمية والعملية السياسية الوطنية التوافقية، والذي أخذ يستقطب عصبيات انتقامية هي الأخرى وراحت تأتلف وتتجمع على قاعدة متنافرة مع المشروع الوطني. ولن تفضي الحرب بأي حال من الأحوال إلى التصفيات التي يفكر فيها أصحاب هذا المشروع. بقي مشروع المقاومة من أجل السلام واستعادة الدولة، والمشروع الوطني المستند إلى العملية السياسية التوافقية المتمسكة بالحل الوطني،
الذي خرج به مؤتمر الحوار والذي شارك فيه الجميع. هذا المشروع هو المشروع الجامع لمن يريد أن ينهي هذه الحرب العبثية. موقع تغيير نت عنونه في صفحته الرئيسية: شركة النفط بصنعاء تصدر توضيحا هاما حول مادة البنزين. وينقل الموقع عن مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع عدنان عبد الكريم الغفاري تأكيده أن المحطات التابعة للشركة ووكلاء الشركة من أصحاب المحطات الخاصة مستمرة في ضخ مادة البترول للمواطنين. وأوضح الغفاري أن عملية الضخ والبيع تسير وفق البرنامج اليومي المحدد لفرع الشركة بالأمانة من 7 صباحا وحتى 8:30 مساء يوميا، والبيع للمواطنين بالسعر السابق بمبلغ 108 ريال لللتر الواحد وبشكل يومي دون انقطاع. وقال: لا داعي للقلق، فمادة البترول موجودة في الخزانات والمحطات التابعة للشركة، إضافة إلى القاطرات التي تصل يوميا من محافظة الحديدة، وجميع المحافظات مزودة بالبترول. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. إيران التي لا تتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي بكل ما له صلة بالموت هي أول المتخاذلين اتجاه اليمنيين عندما يتعلق الوضع بحياتهم وببحثهم عن السلام، وفقا لصحيفة السياسة الكويتية. فإن مسؤول يمني يطلب من إيران إمداد مواطنيه بالدواء بدلا من البارود. وقالت الصحيفة: جددت السلطات الشرعية في اليمن دعوتها إلى إيران بأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن، متهما إياها بتقديم الدعم والمساندة للميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال مندوب اليمن الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير زين القعيتي أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح الانقلابية تحظى بدعم ومساندة من إيران. وأضاف في كلمته أو في كلمة اليمن خلال الدورة 43 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في طشقند بأوزباكستان إن إيران التي نتشاطر معها في الدين والثقافة والجوار هي عضو في هذه المنظمة التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لم تراعي حرمة الجوار ولم تحترم مبادئ المنظمة ولا المبادئ الدولية في عدم التدخل في الشؤون اليمنية. وأمدوا هذه العصابة بالمال والسلاح، الأمر الذي شجع الانقلابيين على التمادي ورفض كل خطط وجهود السلام في اليمن. وطالب إيران بأن تمد اليمنيين بالدواء بدلا من البارود، داعيا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى الاستمرار في دعم ومساندة الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن وعودة الشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح. صحيفة العربي الجديد عنونت حول الهدنة الإنسانية التي من المفترض دخولها حيز التنفيذ يوم الخميس، وعنونت: ضغوط دبلوماسية مع دخول الهدنة اليمنية حيز التنفيذ. تقول الصحيفة: تمارس كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ضغوطا كثيفة على الأطراف المختلفة من أجل تثبيت الهدنة وحملها على تقديم التنازلات التي من شأنها تسهيل عملية التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد. وقال الرئيس اليمني هادي خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض مع السفير الأمريكي ماثيو تولر والبريطاني إدموند براوند إنه لا يتوقع من الانقلابيين إلا مزيدا من المراوغات والتسويف والمماطلة، وعلى الرغم من ذلك ستظل الشرعية متمسكة بخيارات السلام والتعامل الإيجابي مع مشروع الهدنة والتقيد بمحدداته. وفي المقابل تقول الصحيفة: أعلن المجلس السياسي للحوثيين وصالح عن ترحيبه بالدعوات وقف إطلاق النار من دون أن يشير صراحة إلى الهدنة
المعلنة من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لمدة 72 ساعة. وكشفت مصادر سياسية يمنية مطلعة للعرب الجديد عن أن الهدنة تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من الأمم المتحدة والدول الراعية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتمارس البلدان ضغوطا على الأطراف اليمنية خصوصا على الجانب الحكومي بهدف تعزيز فرص الالتزام بوقف إطلاق النار. وحول الهدنة أيضا عنونت صحيفة الخليج الإماراتية مسؤول أممي: هدنة لمدة 72 ساعة غير كافية، حيث اعتبر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جيمي ماك غولدريك أن توقف القتال في اليمن مدة 72 ساعة ليست كافية، لأنها لن تمكن عمال الإغاثة في اليمن من الوصول إلى التجمعات السكانية العالقة في مناطق الصراع، مضيفا بأن هناك الملايين من المستضعفين واليائسين في تلك المناطق، وإذا لم يتوفر أو يتوافر لنا سوى 72 ساعة فهذا يعني تعليق التخطيط لتركيز الانتباه في مجال آخر، ولكن إذا توافر لنا الوصول إلى هذه المناطق في كل الأوقات سنتمكن من التخطيط بشكل مختلف وتوفير المساعدات بصورة أفضل. وأكد ماك غولدريك أن اقتصاد اليمن انهار، كما تسبب ضرر لحق بميناء رئيسي في عرقلة وصول الغذاء والبضائع والمساعدات، وتعمل نصف عدد المستشفيات فقط بشكل جزئي، ومن المحتمل أن ينتشر مرض الكوليرا بعد أن بدأ تفشيه منذ 3 أسابيع. الطوفان الذي سيغرق الجميع، تحت هذا العنوان كتب أحمد غالب مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في أجزاء من المقال: ليس أخطر من قرار نقل عمليات وإدارة البنك المركزي دون وجود أي ترتيبات بحدها الأدنى أو أي تصور للمشاكل التي ستترتب على القرار وخطة طوارئ لمعالجتها، إلا قرار السماح للميليشيات باقتحام العاصمة وإسقاط الدولة بمباركة وتواطؤ مهين ممن كان يفترض أنهم يدافعون عن الدولة ويحمون عاصمتها ومقدراتها. اتخذ قرار نقل البنك المركزي رغم كل التحذيرات بخطورته دون وجود الحد الأدنى من الترتيبات الضرورية، باعتبار عملية نقل البنك ليست بالأمر الهين وتحتاج إلى خطة عمل وترتيبات فنية وإدارية ومالية ينفذها ويشرف عليها فريق متخصص ومجرب مالي ومصرفي تعطى له كامل الصلاحيات بالحركة واتخاذ القرار، وبمساندة كاملة من مختلف السلطات وتحالف الحرب، بما في ذلك الاستعداد لتغطية الفجوة التمويلية قبل تنفيذ القرار وليس بالوعود المستقبلية، وبما يمكن من الوفاء بالالتزامات ولو بحدها الأدنى لفترة كافية لترتيب الأوضاع، بما في ذلك صرف المرتبات ومستحقات الطلاب في الخارج واستمرار خدمة الدين العام الداخلي بالضرورة، حفاظاً على مقدرات المواطنين وموجودات القطاع المصرفي وكذا الالتزامات الدولية بحسب المتاح إن لم يمكن تأجيلها بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات، وهو ما لم يتم ولم يتم مراعاته أو التفكير به. اعتقد القائمون على الأمر أن نقل البنك المركزي يتم فقط بصدور قرار بتغيير المحافظ ونائبه، وكفى الله المؤمنين القتال، الأمر الذي يدل على خفة بالتعامل وسطحية بالتعاطي مع القضايا المصيرية كما هو الحال مع بقية القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فتقول إن هناك نشطاء يمينيين دعوا إلى تظاهرات حاشدة في صنعاء احتجاجاً على رفض ميليشيات الحوثي صرف رواتب موظفي الدولة. وأكدت مصادر تربوية أن مدرسة 26 سبتمبر الواقعة وسط صنعاء شهدت أمس الأول إضراباً من قبل المعلمات للمطالبة بصرف مرتباتهن، وقمنا بتعليق الشارات الحمراء والامتناع عن استئناف العملية التعليمية حتى تسلم جميع حقوقهن الحالية والسابقة. وبحسب المصدر فإن مدير المدرسة الذي ينتمي للميليشيات الحوثي قام بتهديدهن بالفصل التام عن العمل، متهما إياهن بالخيانة وعدم الولاء للوطن.
وفي مدينة إب أكدت مصادر تربوية أن العملية التعليمية توقفت بشكل كلي منذ 3 أيام في مجمع السعيدة التربوي للبنات ومدرسة خالد بن الوليد للبنين، وإدارتي المدرستين لا يزالون متمسكين بالإضراب رغم التهديدات أو تهديدات مكتب التربية بالمحافظة باتخاذ إجراءات تأديبية والتلويح بإرسال مسلحين لاعتقال المحرضين على الإضراب. إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت الأيام الأخيرة التي يعيشها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في فترته الرئيسية. العشاء الأخير في البيت الأبيض. وقالت الصحيفة إن العشاء الأخير يأتي قبل 19 يوما على الانتخابات الرئاسية، وهي المناسبة الوحيدة التي عشقها أوباما الانطواء في البيت الأبيض بعدما استضاف خلال السنوات الثماني التي قضاها هناك 17 مناسبة على شرف نظرائه من الهند والصين وألمانيا وغيرها. ووفقا للحياة فقد استغرق تحضير هذه الوجبة 2 يوما كاملين، وكان الكابوس الأكبر أن المطبخ على بعد 200 متر من طاولات الضيوف، ويفترض أن ينال إعجاب المدعوين 400. ويأتي العشاء الأخير في وقت تشهد فيه شعبية أوباما ارتفاعا ملحوظا في استطلاعات الرأي وصلت إلى نحو 58%، وإطراء من اليمين واليسار على زوجته ميشيل، خصوصا بعد خطابها الأخير ودعوتها إلى جدل سياسي متحضر بعيدا عن المستوى الذي تشهده الانتخابات الرئاسية. يغادر أوباما وميشيل البيت الأبيض رسميا في 21 سبتمبر. ومن الأخبار الأكثر تداولا في صحيفة القدس العربي نقرأ لكم هذا الموضوع: سوبر تعدد الزوجات بأكثر من 100 امرأة وما زال يرغب بالمزيد. تقول الصحيفة إن بيلو أبو بكر مصباح 80 الملقب بسوبر تعدد الزوجات لزواجه من أكثر من 100 امرأة الذي يعيش بمدينة بيدا بدولة النيجر أدان شائعات وفاته واصفا إياها بأنها فعل متعمد من منتقديه لدفنه حيا، حيث قال في حديث هاتفي لصحيفة بريطانية محلية: يا عزيزي، أنا ما زلت حيا ومعافى وبقلب نابض على الأقل، أنت بإمكانك أن تسمعني أتكلم. وبالتأكيد الشخص الميت لا يستطيع الكلام. وقد تزوج بيلو من أكثر من 100 امرأة وأنجب أكثر من 190 ابنا، وهو ما وصفه مجددا في حديثه مع الصحيفة قائلا: ما أفعله إلهي وسأستمر في فعله حتى النهاية. ويذكر أن المحكمة الإسلامية بالبلاد قد أدانت بيلو عام 2008 نظرا لتعدد الزوجات على نطاق واسع، حيث كان متزوجا أنذاك من 86 امرأة بما يخالف الشريعة الإسلامية التي تحدد التعدد ب4 زوجات فقط. وأشارت صحيفة محلية إلى أنه تزوج 107 مرات وقام بالطلاق ب10 مرات وأنجب نحو 200 ابن معظمهم على قيد الحياة. جناية صالح على اليمن. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن مزراق مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال الكاتب في أجزاء من المقال: ألقى علي عبد الله صالح في افتتاح كلية الهندسة في جامعة صنعاء عام 1985 كلمة قال فيها باليمنية الدارجة: العلم الذي تعلمته مثل عصيد في جمنة. مخاطبا ثلة من دكاترة الهندسة بأنواعها يحملون شهادات من جامعات دولية عالية المستوى كانوا منصتين، في السنين التالية سيعرفون العصيد والجمنة ولن يستطيعوا أن يخرجوا العصيد من الجمنة، ومنهم من سيبحث عن ملاذ. لم تكن سهوا تلك الكلمات، لابد أنه كان لها هدف، وبصرف النظر عن التأويلات قدم لنا الواقع أكثر من حقيقة. كانت رؤية المخلوع للعلم بتلك الطريقة تعكس فسادا نوعيا يراه هو تنمية. كان يلقي خطابه من منصة لم يشيدها، أي كان يقف على تنمية غيره. لم يكن صالح يدرك الجناية التي يصر على ارتكابها بحق الجمهورية والديمقراطية، في حق الشعب والعلم، ولا الفوضى التي يعنيها ابن خلدون وهو يقول: إذا عم الفساد في الدولة فإن أول مراحل إصلاحها الفوضى.
وبينما كان اليمنيون ينشدون مستقبلا مضيئا بالعلم بعد أن تحرروا من كوابيس الخرافات الإمامية، كان صالح يسخر من العلم الذي يشيد به في خطابات أخرى. كان لصالح طرقه في تطويع المتعلمين وجعلهم تابعين له، ومن ذلك أنه كان يسلط خدامه على أرضية أحدهم مثلا ويبدأون الإنشاء فيها في وقت يستغيث فيه المظلوم. تلك الرواية مشهورة ومتداولة، نستخلص منها أن صالح كان يفسد العلم بالمال ويقضي على الديمقراطية. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.